بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ميعادنا مع اللاب رقم 7 في موضوع الـ MVVM، واللاب رقم 3 في موضوع البريزم. احنا اللابات اللي فاتت اتكلمنا على البريزم، واتكلمنا على الكلاس بتاعنا اللي اسمه الجراند والبيز، واتكلمنا كمان على الكوماند وازاي بنقدر نتعامل مع الديليت كوماند. النهاردة بقى عايزين نشوف حاجة مهمة جدا. احنا اللابات اللي فاتت كنا حاطين داتا كونتكست بتاعتنا في الكود بهايند الخاص بالفيو، يعني لو ضغطنا على F7 كده هنلاقي ان ده الكونتكست بتاعتنا بتساوي ايه، بتساوي اوبجكت من الكلاس بتاعنا اللي هو الخاص بالفيو. طبعا من مبادئ ال MVVM ان ما ينفعش احط كود في الكود بهايند الخاص بالفيو بتاعي، فالمفروض ان الكود اللي موجود هنا ده ابدا اضيفه جوه الايه، جوه الزاميل. وعشان نضيفه جوه الزامل كود، احنا عملنا الموضوع ده في اللابات اللي فاتت بأكتر من طريقة، بس أكتر طريقة شيوعا اللي احنا عملناها في لاب 5 في موضوع برو داتا بايندنج، اللي هي كانت باستخدام كلاس اسمه الفيو موديل لوكيتور. والكلاس اللي اسمه فيو موديل لوكيتور فكرته ان انا هعمل كلاس وجوه الكلاس ده هبدأ اضيف الفيو موديلز بتاعتي اللي هي موجودة هنا، زي مثلا الفيو اي فيو موديلز از ابروبريتيز جوه الكلاس اللي هسميه فيو موديل لوكيتور. طيب الموضوع ده كان فيه مميزات كتيرة جدا، وكان برضو ليه مجموعة من العيوب. كان أهم عيب منه إن طبعا كل ما كنت هضيف كلاس، أو كل ما هضيف فيو، طبعا كنت هضيف لها كلاس اسمه فيو موديل، كنت هروح على جوه الفيو موديل لوكيتور وأبدأ أضيف بروبرتي خاصة بفيو موديل إيه بتاعتي. طيب عشان نحل الموضوع ده، البريزم عمل لنا حل جميل جدا، وهو إنه هيعمل لنا هو فيو موديل لوكيتور اوتوماتيك، هيستخدم فيه الديبندنسي انجكشن والانفيرجن اوف كنترول، بحيث ان مش هيطلب مني ان انا كل ما اضيف فيو موديل ان انا ابدا ادخل جوه الكلاس بتاعي، او ابدا اضيفه جوه الفيو موديل لوكيتور بتاعي. والموضوع ده كمان معمول جوه فريم ورك اسمه الكاليبرن. يبقى الكاليبرن والبريزم عندهم حاجه اسمها اوتو فيو موديل لوكيتور. طب تعالى نشوف هنعمل الموضوع ده هنا ازاي. ببساطه هنروح برضو على النيو جيت، على الفرص بتاعتنا، ونروح على نيو باكج مانجر، وهنبدأ ندور على لايبرري عندنا اسمها. طبعا هنا هنختار البرزنتيشن دبليو بي اف الخاصة في فيرجن 6.2، ونعمل لها عملية انستول. هقول له هنا اوكي. كل اللي هعمله هروح على الفيو اي بتاعتي طبعا الخاصة بالزامل كود، وحاجة هنا هضيف اكس ام ان اس، ونادي بيها النيم سبيس الخاص بالليبر اللي احنا نزلناها، هسميها مثلا بريزم. هبدأ الليبر تحت اسمها البريزم ايه، البريزم لايبرري، وحاجة تحت هنا وهبدأ اتعامل مع البريزم، وهختار طبعا الفيو موديل لوكيتور، وهقول له دوت اوتو ايه، اوتو واير فيو موديل، واخليه بيساوي ترو. هنا الموضوع ده عشان نعمله لازم نتعامل مع حاجة اسمها الكونفنشن، يبقى لازم نكتب كونفنشن بطريقه صحيحه. والقاعده اللي احنا المفروض نكتب بيها الفيو موديل بتاعنا، ان احنا لو عندنا فيو مسمينه فيو اي، لازم نكتب كلمه فيو اي وبعدها كده نكتب كلمه الفيو موديل، وان الفيو موديل بتاعي لازم يكون جوه فولدر اسمه فيو موديلز. بالطريقه دي كده المفروض ان انا اروح على المكان ده وابدا اشيل الكود المكتوب هنا كده، والمفروض ان الكود بتاعي يشتغل بدون اي مشاكل. تعال نشوف كده، هقفل هنا، الدنيا مشيت معايا سليمة. باقي لنا بس حاجة بسيطة خالص، انا كنت مضيف المشروع بتاعي على الجيت. تعالى كده نروح، دي حاجة بسيطة، نروح على السي ام دي. انا كنت مضيف المشروع بتاعي على الجيت هاب، فكل اللي هعمله هكتب له طبعا على البروجكت بتاعي، وببدأ اكتب له جيت. طبعا بقيت كل التغييرات اللي انا عملتها. بعد كده المفروض اني ممكن اقول له جيت ستيتس، انا بيقول لي خلاص ان كل حاجه معمولها عملت ايه تراك. ف اخر حاجه اعملها المفروض ان اقول له جيت كوميت، واحط له مسج هقول له ايه، هقول له فيها ان انا عملت عمليه اد اوتو view model locator، انتر. بعد كده المفروض اني عشان ابدا اضيف الكلام ده على الجيت هاب، المفروض الاول اعمل له عمليه جيت، وبعد كده اعمل عمليه بول،
انا قال لي ان هو اريد اب تو ديت، يعني الحاجات اللي عندي احدث من اللي موجوده هناك، فكل اللي هعمله ان انا اعمل له جيت، بعد كده اقول له بوش. فيبدا يرفع التغييرات اللي انا عملتها على الجيت هاب كده، هيرفع الحاجة التغييرات اللي عملتها على الجيت هاب. اشوفكم في فيديو جاي ونكمل كلامنا عن البريس. شكرا.